قررت لجنة الطوارئ العليا للحركة الوطنية الأسيرة الشروع في إضراب مفتوح عن الطعام في الرابع عشر من الشهر الجاري للمطالبة بوقف كل قرارات وسياسات الاحتلال التصعيدية بحقهم وكان الوزير اليميني المتطرف إتمار بن غفير قرر الجمعة الماضي تقليص زيارات عائلات الأسرى من مرة في الشهر إلى مرة كل شهرين في غضون ذلك شرعت إدارة سجون الاحتلال بنقل وعشرين أسيرا من ذوي المحكوميات العالية ومن قادة الحركة الفلسطينية الأسيرة من سجن نفحة إلى قسم العزل الجماعي الذي أقامته في سجن عوفر مشاهدينا للمزيد ورحب بضيفي من رام الله سيد عماد ابو عواد الاسير السابق والخبير في الشؤون الاسرائيليه ارحب بك سيد عماد بدايه ما هي اسباب ودوافع قرار الاضراب عن الطعام تحياتي لك استاذ زياد لجمهور المشاهدين اولا يجب ان ننتبه الى مساله مهمه بانه ما حققوا الاسرى الفلسطينيين من بعض المطالب البسيطه التي تؤمن جزء من الحياه الكريمه داخل السجون كان من خلال اطنان من اللحم فقدوها من خلال اضراب عن الطعام بدا في سبعينيات القرن الماضي، ثم الاضراب الشهير اضراب نفحه عام 1981، ثم اضراب العام 2000 الذي على اثره اندلعت هبه جماهيريه كبيره، ثم اضراب 2004، ثم اضراب 2008، في 2012، في 2017، نحن نتحدث عن سلسله من الاضرابات، الاضراب الحالي تداعياته تاتي في سياق مهم، بأن الحكومة الإسرائيلية سواء الحالية أو التي سبقتها كانت تعمل بشكل أو بآخر على الضغط على الأسرة من خلال سحب بعض الامتيازات التي حققوها بعد إضراباتهم السابقة منها على سبيل المثال الزيارات منها الدراسة في الجامعة التي حرموا منها منها على سبيل المثال الكانتينة بمعنى المشتريات التي يشترونها من خارج ما تخصص الإدارة لهم جاء تمار بنكفير تحت عنوان بأنه الموت للمخربين بين قوسين يقصد المجاهدين والمقاومين الفلسطينيين على هذا الشعار بن كبير أراد أن يتغذى وبالتالي بدأ مشروعه كوزير أمن قومي مسؤول عن مصلحة السجون بالضغط على الأسرى الفلسطينيين أولا قام بإنشاء أقسام جديدة من العزل ثانيا قرر بتقليص الزيارات كما حدث قبل يعني يومين وقبلها قام بسحب امتياز المخابز التي تمتعت به بعض السجون الاسرائيليه هذا الضغط الكبير دفع الاسرى للايمان بانه لا يمكن الوقوف والحيلوله دون هذه الاجراءات الا من خلال الاضراب عن الطعام وبرايي هذا السلاح طالما استخدموا الاسرى وطالما انتصروا فيه وكان وطالما كان السلاح ضاغط ليس فقط على الحكومه الاسرائيليه ولا على مصلحه السجون الاسرائيليه انما على المنطقه ككل كون الاسرى لهم لا. اهميه كبيره وقدسيه لا تقل عن قدسيه المسجد الاقصى طيب اللافت سيد عماد بانه بعد اتخاذ بن غفير هذا القرار قرار الزياره نتنياهو اوقف هذا القرار ولكن بن غفير يسير قدما فيه الى ما يشير ذلك؟ للعديد من الاشارات اولا بأن الحكومه الاسرائيليه الحاليه جاءت ضمن برامج مختلفه برامجها الداخلية المرتبطة بالتعديلات القضائية المرتبطة بتشريع قانون ما يعرف بإعفاء التجنيد للحريدي من العلاقات الداخلية كل ذلك يفشل ويصطدم بالكثير من الاعتراضات الداخلية تبقى جزئية واحدة الحكومة الإسرائيلية تستطيع من خلالها تنفيس الغضب اليميني وتنفيس الغضب داخل الحكومة ودعني أقول لا يوجد معارضة تعترض على هذا السلوك ألا وهو ضد الفلسطينيين لذلك نلاحظ بأنه الضغط على الأسرة من جانب الضغط على الضفه الغربيه من جانب اخر ليقول ايتمار بن كفيرت ولتقول هذه الحكومة الصهيونية المتطرفة بأنها استطاعت أن تحقق جزء من برنامجها نحن لا نريد أن نتجاهل ما تشير إليه استطلاعات الرأي الإسرائيلية بأن إيتمار بن كفير وبتسلائيل سموتريتش اللذان حصلا على 14 مقعد في الانتخابات الماضية الآن يحصلان على تسع مقاعد أو أحيانا خمس مقاعد لأنه إيتمار بن في بعض الاستطلاعات لا يعبر نسبة الحسم وهذا يعني أنه إيتمار بن اللي شريحة جمهوره عمليا الأكثر تطرفا من الجيل الصغير تحتاج بشكل مستمر إلى تغذية والتغذية هذه يجب أن تكون على حساب الفلسطينيين من أجل أن يستمر إيتمار بن كبير في الحلبة السياسية لكن بظني أن كل إجراءاته التي دائما ما باءت بالفشل والتي أدت إلى ردة فعل فلسطينية أكبر دائما ما كانت تثبت العكس وعمليا هو يسمى الآن داخل إسرائيل وزير التيك توك وزير الخبز لأنه منع الخبز عن الأسرة في إشارة واضحة بأنه كل قراراته مم. عمليا إلى الآن لم تؤدي إلى تحقيق الحد الأدنى المطلوب لليمن نعم. المتضرب. وبالتالي هل تعتقد أن هذا الإضراب سيجبر نتنياهو على اتخاذ موقف أكثر حزما لأنه بن غفير ضرب بقرار نتنياهو عمليا عرض الحائط ولم يعره أي انتباه يعني هو هذا القرار أولا برأيي لن يمر للعديد من الأسباب السبب الأول المؤسسة الأمنية الإسرائيلية رفعت تحذير شديد اللهجة بأن الأوضاع في الضفة الغربية تغلي وبأنه احتمالية تدخل غزة على الخط ودعني أشير بأن العمليات التي حدثت خلال الأسبوعين الماضيين عمليا جاءت على وقع تلويح الأسرة بالإضراب وهناك قناعة إسرائيلية بأنه كل حدث يتعلق بالأسرة وكل حدث يتعلق بالمسجد الأقصى غالبا ما يكون هناك ردة فعل فلسطينية سريعة من هنا المستوى الأمني يضغط بهذا الاتجاه الأمر الثاني المهم بأنه الإضراب يوم الخميس المرجح أن يتم حل الإشكالية قبل الخميس كما تعودنا خلال الشهور القليلة الماضية وبالمناسبة كان دائما إيتمار بن هو الذي يتراجع وهو الذي يعني يعود خطوتين الى الوراء من اجل أن لا يصل الاضراب الان مصلحه السجون ستضغط على ايتمار بن كفير من اجل ايقاف هذا الموضوع لكن حتى اذا دخل الاسره الى اضراب مفتوح عن الطعام برايي لن يطول بمعنى سيكون لمده ايام قليله ولن يقتصر بالمناسبه الاسره لم يقدموا فقط مطلب الان العودة عن هذا القرار لا لديهم سلسلة طويلة من المطالب لأنه عمليا إذا تم دخول الإضراب يتم دخول الإضراب بقائمة طويلة من المطالب الآن الموضوع مرتبط بالحالة الجماهيرية الفلسطينية والحالة في مقاومة يعني المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة من الواضح بأن المقاومة الفلسطينية لديها تلويح وتلميح ورسائل وصلت للعديد من الأطراف بأنه دخول الأسرة الإضراب يعني وجود ردة فعل أكبر من المتوقع وما حدث من مناورات عسكريه خلال الايام القليله الماضيه يؤكد ذلك. نعم، ولكن هذا المستوى الامني او يعني الجهاز الامني في دوله الاحتلال قرر يعني عقب الاعلان عن هذا الاضراب، قرر عزل قاده الحركه الاسيره واصحاب المحكوميات العاليه ونقلهم الى سجن عوفر، كيف نفهم هذا القرار؟ أولا دعنا ننتبه إلى نقطة مهمة بأن غالبية الأسرة هم من القيادات بمعنى أدق بأن أكثر شريحة فلسطينية لديها القدرة على تخريج قيادة ولديها القدرة على اتخاذ قرار وربما لديها القدرة حتى على بناء استراتيجية واضحة المعالم للفلسطينيين كما نسمع دائما عن وثيقة الأسرة التي وقعت عليها فتح وحماس والتي إلى الآن لا يوجد صيغة أفضل منها نستطيع أن نقول بأن هذه الإجراءات ما هي إلا إجراءات انتقامية اعتيادية تقوم بها دائما مصلحة السجون في حال وجود تلويح أو تلميح بالإضراب تقوم بعزل القيادة يستمر الإضراب ثم تضطر إسرائيل نفسها ومصلحة سجونها للذهاب مجددا لهذه القيادات من أجل مفاوضتهم في الآونة الأخيرة إسرائيل تعكف دائما على عزل بعض القيادات الفلسطينية وهنا من أجل أن نوضح للمشاهد الكريم بعض القيادات الأسيرة الفلسطينية قضت عشرين عاما في العزل بمعنى منفردة في زنزانة لوحدهم حتى كانوا لا يخرجون للساحة الخارجية سوى نصف ساعة في اليوم وبالتالي شريحة كبيرة من الأسرة الفلسطينيين متعودون على ذلك الآن الشريحة الأكبر من الفلسطينيين بالمناسبة هم من الأحكام الخفيفة، و1300 معتقل منهم من الإداريين، لديهم الكثير من المطالب ولديهم بالمناسبة يعني حافزية كبيرة لخوض هذا الإضراب، إسرائيل تحاول دائما أن تضغط على القيادات كإجراء من أجل ثنيهم عن الإضراب لكن هي ذات الإجراءات التي إسرائيل تتخذها دائما لجني سياسات ونتائج مختلفة تجد نفسها دائما إسرائيل في ذات الورطة وفي ذات المطب بأنها لا تستطيع لا ثني الأسرى الفلسطينيين ولا الفلسطينيين عموما عن تناسي أو نسي حقوقهم نعم ولكن إذا لا تأثير على هذا العزل على الخطوات التصعيدية للأسرة لأن هناك حديث عن خطوات تصعيدية أخرى بعد الإضراب عن الطعام بالتأكيد الموضوع غير مقتصر أيضا على الإضراب عن الطعام وحتى نعي تماما ما الذي يحدث في الاضراب عن الطعام اولا يتم اخراج كل شيء موجود في الغرف بمعنى التلفاز كل ما يتعلق بالكهربائيات جزء كبير من ملابس الاسره يخرج خارج الغرف يقوم الاسره بالامتناع عن تناول الطعام وهناك في احيان اخرى بعض الاحتجاجات التي يستخدم فيها الاسرى العمليات دعني اقول ضد قياده السجون وهذا منتشر تاريخيا داخل السجون الاسرائيليه بان يقوم اسرى فلسطينيين باستهداف ضباط الامن داخل السجون او استهداف مدراء السجون اذا اتيحت لهم الفرصه وهناك بعض يعني رجالات الامن اصبح مشلونا جراء استهدافه من الاسرى الفلسطينيين علاوه على وعلى ذلك برايي يقوم أحيان في أحيان كثيرة الأسرة باستخدام إجراءات أكثر تأثيرا على الاحتلال مثل إحداث الفوضى الدائمة داخل السجون في أحيان كثيرة إحراق بعض الممرات وإحراق بعض الغرف كل ذلك وكل هذه الإجراءات علاوة طبعا على التلويح الدائم باحتمالية أن يكون هناك تصعيد خارج مرتبط بالأسرة كل ذلك يحدث بشكل مستمر مع أي إضراب فلسطيني داخل السجون لذلك أنا برأيي أن إسرائيل ستحاول قدر الإمكان منع الأسرة من الوصول إلى حافة الاضراب عن الطعام. طيب السؤال يعني وهذا يحيرني حقيقه، لماذا سجن عوفر؟ لماذا نقل هؤلاء القاده الى سجن عوفر تحديدا؟ منذ ما يزيد عن عامين اسرائيل تبني قسما خاصا في سجن عوفر، هذا القسم عمليا يعتبر قسم عزل بمعنى الاجراءات الامنيه فيه مشدده الى الحد البعيد. عدد الاسره في الغرفه الواحده قليل والسجن عاده او القسم الجديد عندما يتم ادخال الاسره عليه يتم تزويده بكافه التكنولوجيا الحديثه التي تمكن الاحتلال من التتبع من المراقبه ومن منع دخول اجهزه الاتصال الى الاسره الفلسطينيين على وعلى التنصت المستمر على كل ما يجري داخل القسم وعندما نتحدث عن الاسرى الذين سيتم نقلهم هم اولا من الاحكام العاليه الغالبيه العظمى منهم قضوا ما يزيد عن عشرين عاما في الاسر وجزء منهم قيادات وازنه في فصائلهم حماس فتح الجهاد الشعبيه وبالتالي تتبعهم، مراقبتهم هي جزء من عمل الشباك الاسرائيلي في سياق محاولته فهم الى اين تتجه الاوضاع داخل الحركات الفلسطينيه الكبرى وكذلك محاوله التاثير على هذه الحركات من خلال ربما التواصل مع هذه الشريحه التي غالبا ما تهتم بها. مصلحه السجون اقصد كعلاقات وكزيارات وكنقاشات سواء سياسيه او ايديولوجيه او فكريه في اتجاه محاوله فهم الوعي الفلسطيني الى اين يتجه وفي سياق محاوله ان تدرك اسرائيل اين نقاط القوه ونقاط الضعف لدى الفلسطينيين. طيب يبقى سؤال سيد عماد يعني لماذا الاضراب عن الطعام للاسرى الفلسطينيين يهز دوله الاحتلال الى هذا الحد حتى تستنفر وتضطر الى الرضوخ اخيرا الحاله الفلسطينيه تقريبا نستطيع ان نقول لا يوجد بيت فلسطيني لا يوجد فيه اسير كل بيت فلسطيني عانى من الاسر نتحدث تقريبا منذ الاحتلال حتى يومنا هذا عن مليون فلسطيني دخل وخرج السجون الصهيونيه وبالتالي هناك قدسيه كبيره لحاله الاسر وهناك تفاعل كبير غالبا مع ما يحدث يعني في السجون ثانيا هناك تلويح دائم من قبل الفصائل فصائل المقاومه الفلسطينيه بأنها ربما تذهب باتجاه التصعيد من أجل منع المساس بالأسرة وإسرائيل لديها قراءات الشباك الإسرائيلي بأنه غالبا عندما يتم الضغط على الأسرة الفلسطينيين وعندما يدخل الأسرة الفلسطينيين إضرابا الحالة الفلسطينية الشعبية والمقاومة وسلسلة من العمليات تحدث على الأرض يعني إضراب عام 2000 ليس ببعيد ثلاثة أشهر من يعني الحالة الفلسطينية المقاومة الانتفاضة الفلسطينية التي استمرت دفاعا عن الأسرة عام 2004 حالة شعبية مهولة عمليات فلسطينية بسبب الإضراب داخل السجون بالتالي الوعي الأمني الإسرائيلي لا زال يعيش هذه اللحظات ويدرك تماما بأنه هذا قد يفجر كل الساحات الفلسطينية لو المسألة ارتبطت بأنه والله سيضرب الأسرة ولن يسمع بهم أحد ولن يكون هناك أي تدخل من الخارج لأدارت إسرائيل الظهر ولا تركتهم ربما يضربون عن الطعام لأشهر طويلة وليمت من يمت ويعني يمرض من يمرض لكن الموضوع مرتبط بأن الفلسطينيين غالبا متحفزين للدفاع عن الأسرة كونها قضية مركزية ودعني أقول ربما القضية الأكثر مركزية في الوعي الفلسطيني أشكرك جزيلا سيد عماد أبو عواد الأسير السابق والخبير في الشؤون الإسرائيلية كنت معي من رام الله